وان شاء الله باستلام التوسعات خاصة نحو مطار هو اللي بمد مطار الدولي، هذه التوسعة والتوسعة نحو الباب الواد باستلام هذه الورشات اللي راهي تم انجازها اليوم. راح ننتقل الى 300 الف مواطن اللي راهو يرجع في تنقلاته يوميا عبر المترو. ستظل الحكومة تحت قيادة تاع فخامة رئيس الجمهورية تعمل لتطوير هذه الوسيلة تاع النقل. احنا من حيث الدراسات التفصيلية والدراسة لي زافون بروجي ديتاي انهينا الدراسات باش ان شاء الله فور تحسن الوضع المالي ننتقل الى توسعات اخرى وفقا للامكانيات الماليه لتحسن الوضع المالي للبلاد. لماذا؟ لان كما ترون الزحمه المشاكل تعرفها العاصمه في تنقل المواطنين، يظل المترو احدى البدائل اللي ثبتت نجاعتها في حل هذه المشكله، خاصه حينما تكون المحطه مجاوره لمحطه يعني فيما يتعلق بلا ملتي موداليتي لانتر موداليتي. هنا كي نخرج من محطه تاع باج الجراح، هنا في باج الجراح لي زاتولي نجد محطه للحافلات، هذا هو الشيء المحبب. حينما نجد محطه للمحافلات، حينما نجد الترامواي كما على مستوى مثلا المعدومين، هذا هو الشيء اللي يخلي تسهيلات في تنقل المواطنين ويعمل كذلك يساهم ويزيد من استقطاب هذه الوسائل الوسيله تاع النقل لعدد كبير من المواطنين. وحينما يجيو للمترو راح يقلوا